على الكيس 1. وقعنا في خطأ، وقعت في خطأ في الكيس 1، أن البلاتفورم لا يمشي مع النتائج حق السي بي سي. فقمت بتصحيح نتائج السي بي سي، والآن هي صحيحة. الهيموغلوبين 3.9 هو أنيميك. أعزبك أن شخص رجل ميل 31 سنة عنده عبارة عن هيمورايد يعني بواسير، عنده بي سي في منخفض، الهيموغلوبين منخفض، طبعا ال ار اللي هو عبارة عن النومر رينج، ابي سكاونت عنده ايضا منخفض، الام سي في عنده منخفض، الام سي اتش عنده منخفض، الام سي اتش سي منخفض، ار دبليو هاي، واي بلس نورمال، بلاتلس نورمال. لما تجي تشوف البلاد فيلم، توصف البلاد فيلم، بتشوف في ميكروستيك خلايا صغيرة، هايبوكروميك فراغات هذه كبيرة، وموجود بين شيب سيلز. هذه كلها اندكيشن الى موجود ميكروستيك هايبوكروميك. لو جينا طبقنا الجدول اللي هنا على هذه الحالة، على الجدول اللي فيها الجدول ده، لو طبقنا على هذه الحالة هنقدر نشوف كالآتي. ال MCV الهيموجلوبين از لو، هذا يمشي معها. ال MCV لو، ال RDW هاي، لو تلاحظ RDW هاي، إذا الاحتمال R deficiency ثلاثمية ديزيز RBC fragmentation سيدوبلاستيك أنيميا. طبعا هنا ما يوجد fragments على RBC، ولا يوجد الا الرينج سيتروسايتس التو بوبليشنز اللي في خلايا بتكون ميكروستيك ابوكرونيك وخلايا طبيعيه، مش موجود كل الخلايا تقريبا ميكروسيتيك. فهنا عندنا الاير دي سي انيميا والثلاسيميا ديزيز احتمال تكون. بس احنا نقدر نشوف احنا الان ما هو الفحوصات اللي ممكن نعملها في الحاله زي هذه. احنا نقدر نشوف في الحاله دي اللي هي ميكروستيك انيميا، البلاد فيلم قد عملناه موجود، الريتيكولوسايت اذا طلع الريتيكولوسايت منخفض فمعناته يعني نورمال مش مرتفع، معناته انها ثلاسيميا. اذا عملنا الايرن دفشي يعني الايرن سيرم وتوزع كابستي، اذا طلع السيرم ايرن مرتفع منخفض وتوزع مرتفع والسيرم فوزين منخفض، هذه معناتها ايرن دفشي يعني محتاج تعمل الاكتروفوز، انه هنا قد وصلنا للتشخيص. اذا هو ثلاسيميا ففي الحالة دي اعتقد انه ممكن ثلاسيميا، ممكن يكون الاكتروفوريسز الاف هاي. السودو بلاستيك انيميا كمان تشخيصها تعجب بمهرة. بس من هنا احنا ضيقنا التشخيص لانها عبارة عن لو ام سي في ميكروستيك انيميا ار دبليو هاي، اذا هي تظل في هذه المجموعة في أربع الحالات، واللي هي أقرب من حسب البلود فيلم إلى أنها آير ديفشنسي أنيميا. نيجي على الكيس 2. طبعا أنتم عارفين وقعنا في خطأ في الكيس 1، وهذا فرصة أن احنا نعرف أنه عندما يكون معك نتائج السي بي سي متناقضة مع البلود فيلم، هذا قد يحصل في المعمل في المختبر عندما تشتغل، أنه لأنه البلود فيلم بيتم عمله بشكل مستقل، بيتم واحد فرد الشريحة وسبقها، واللي بيشتغل على السي بي سي شخص قد يكون آخر، أو حتى لو نفس الشخص، بس ربما يكون يعمل سي بي سي لعينة وبلاتفورم لعينة أخرى. أول ما بيشوف التناقض هذا موجود بيحاول يغير ويتأكد من صحة هذه المشاكل. كيس 2، لاحظ إن هنا في هيموجلوبين لو، بي سي في لو، يعني معناته في أنيميا، ار بي سي لو، ال MCP هاي شوي هاي، ال MCH تقريبا هاي، ال MCH نورمال، RDW هاي، RBC نورمال، يعني منخفض شوية يعني 3.2 يعني مش كفاية، ال بيتلس لو. إذا لو جينا قلنا هنا معنا هيموجلوبين لو، وهنا طبعا هذه النتائج كلها ممتاز إن أنت تشوف النتائج. بسبب المشكلة لازم تروح تشوف البلد فيلم. وهنا من الأخطاء الشائعة اللي بتتواجهوها مستقبلا في أعمالكم، إنه في ناس بيديكم نتائج الـ CBC ويطلب منك تكتب
التقرير حق البلود فيلم، البلود فيلم ريبورت. فحتجي تقول هنا فلان ماكروستيك اعضاء الام سي في، حتقول فلان عارض ولا في انازوسايتوزز كثير. هذا كلام ما ينفعش، لازم تروح تشوف البلود فيلم، لان البلود فيلم هو كنترول على النتيجة حق السي بي سي. في نفس الوقت ما يطلعش هنا يوصف لك وجود فلان الهايبر سينج مثل نيتروفيل مورفولوجي. فلما نيجي على البلود فيلم هنشوف في هنا خلايا اوفال وماكروسايت، في هنا هايبر سيجمنت نيتروفيل، هنعرف انه هاي الثنتين من صفات النقابة. لما نيجي هنا نشوف نعمل حق على هذا الطبع برنامج، هنشوف الهيموجلوبين لو فعلا لو الار دي دبليو هاي، فهنشوفه هنا في المجموعه هذه هاي ار دي دبليو هاي. اذا الاحتمال عندنا ميجا بلاستيك انيميا اوتو انيميا ليفر ديزيز. طبعا هنا واضح في معنى البلاد فيلم ساعدنا انه في حاله الميجا بس انيميا في اوفالو ماكروسايت، شوف الخليه دي كيف اوفالو ماكروسايت، وفي ميجا بلاس انيميا وفي هايبر سيجمنت نيتروفيل. اذا هذا بيساعد بان نختار من هذه المجموعه ميجالوبلاستيك انيميا. ما هي الفحوصات اللي ممكن تعمل في حاله انه يكون ماكروستيك انيميا معنا؟ في حاله هي البلوت فيلم عملناه، الاتكوسايت ممكن تعمله وعيكم منخفض بسبب ان الميجا بلاس بشكل مرتفع، الفوليت وفيتامين بي 12 يأكدوا الميجا بلاس انيميا، البومور اكزامينيشن نحن نشوف الميجالوبلاستيك في البومور. الكيس 3، اوكي كيس 3 ميل 72 سنة راح يعمل فحص روتيني قبل العملية، وجدوا انه حق الهيموجلوبين يعني 11.6 منخفض شوية، بي سي في يعني منخفض ايضا شوية، ار بي سي كاونت 5.73 طبيعي، ومش بس طبيعي اكثر زائد شويه مقارنه بالانيميا، بان الراجل الانيميك شويه مايلد يعني سب نورمال، ولكن الار بي سي حقه هاي شويه. ام سي في لو، ام سي اتش لو، الام سي اتش سي كمان طبيعي، ار دي اللي حقه تقريبا طبيعي، عقلنا بلس او ماينس الطبيعي ل 15 يعني عاده اقل اير هذا من فوق ال 17. الوايت بلس نورمال، البليتلس نورمال. شوف البلد فيلم هتشوف الخلايا تقريبا فيها تارجت سيل، فيها شويه تارجت سيل. لما تشوف تارجت سيلز دائما اللي بيجي بمخك في تارجت سيلز دائما بتفكر بالهيموجلوباثيز وفي الايرن ليبسانيميا وفي الليفر ديزيز، هذه الحالات اللي بيكون فيها التارجت سيلز. لكن في الحالات الليفر ديزيز هيكون فيها الام سي في هاي، وفي حاله الهيموجلوباثيز يعني اذا كان فيها السيكل سيل بتشوف السيكل سيل موجوده وتشوف انيميا شويه حاده، في حاله ثلاسيميا ديزيز بتشوف ايضا علامات انيميك حاده. لكن لما تجي تشوف هنا طبعا نشوف على الجدول حقنا ديسكابل فيلم السمير انه في فيو تارجت سيلز. ايش التشخيص اللي ممكن؟ هو ميكروستيك هيبوكروميك انيميا مع ار دي دبليو تقريبا نورمال. اذا لاحظنا معنا هنا ام سي في ام سي اتش لو ار دي دبليو نورمال، اذا الاحتمال الكبير هو ثلاسيميا تريت. ما فيش اذا قلنا انيميا اوف كرونيك ديزيز بيكون في معنى ميكروستيك شويه احتمال يكون، لكن هذا اذا عنده انيميا اوف كرونيك ديزيز لازم نعمل فضل. اذا اعتبرنا ثلاسيميا تريت او انيميا اوف كرونيك ديزيز، هي ليش هنا ثلاسيميا؟ لان الار دبليو اكثر من 5.5، وانت عارف هذه من صفات الثلاسيميا تريت. لكن افترض ان انت حاول تعمل هنا الفحوصات، هتختار البلاد فيلم والريتيكوسايت كاونت، هيكون الريتيكوسايت كاونت بالثلاسيميا تريت نورمال او شويه مرتفع، اما في الانيميا اوف كرونيك ديزيز هيكون نورمال او منخفض. لو جيت تعمل السيرم ايرن وتشوف هذا هنا مرتفع، بينما في الانيميا ديزيز حتحصل منخفض. اذا تستطيع ان تعرف اذا عملت الكتروفوزز ممكن تحصل هنا الهيموجلوبين A2،
إذا هي تعزيمات ريت، بيتا تعزيمات بيت ريت، إذا تستطيع أن تعرف وتميز من خلال هذه الفحوص اللي عملناها. نيجي على كيس 4. في الكيس 4 الهستري فيميل 45 سنة، نفس العملية راحت تعمل فحوصات قبل العملية، دائما بيعمل فحوصات الفتنس قبل العملية. لما يقول لي حقها 13، البي سي بي 38، ار بي سي 3.95، يعني كلهم طبيعي هذا. لا الام سي بي 97 يعني تعتبرها طبيعي. الام سي اتش هي طبعا 33 بوينت، يعني في نقطة. اوكي يعني يظل طبيعي، الام سي اتش طبيعي، ار نورمال، وايت بلس طبيعي، بيت ليس طبيعي. لاحظ هنا تقريبا ما هيش انيميك. في الحالة دي ما يقدرش يطبق على هذا البرنامج، لان هذا الجدول هو بيتكلم على في الحالات اللي بيكون في انيميا، هنا ما فيش انيميا هنا. لكن البلاد فيلم في بوح ابنورماليتيز اللي هو موجود في بوح هنا الهولزر باديز، والهولزر باديز عبارة عن ايش؟ بقايا من حق النواة حق الار بي سي. عادة الار بي سي اذا بقت فيها هذه النوايا، هذه الريمننتس البقايا حق الار ان ان حق الدي ان اي حق النيوكليد ار بي سي، وراحت على السيركيليشن، مين اللي يقوم بعمل ابعادهم؟ هم الاسبرين. فإذا المريض هذا ما عندوش سبلين أو السبلين حقه ما تشتغلش، بيحصل إنها تبقى وتظهر في داخل الدم، ولما تيجي تعمل لها بلاد فيلم هتشوف الهولجر باديز موجودة، وهنا في الحالة دي هتعرف إن هذه وبرغم كل شيء طبيعي عندها، لكن هذه عبارة عن شخص ما عندوش سبلين أو السبلين ديسفانكشنال، وبالتالي في الحالة دي نعرف تشخيصها إنها اسبرين، يعني مريض بدون اسبرين ما عندوش انيميا ولا عنده اي مشكلة انيميا. نجي على هنا كيس 5. في كيس 5 احنا قلت انه فيميل عمرها 18 سنة، انيميا انيميك، الهيموجلوبين 10.3 طب منخفض، البي سي في عبارة عن 30.5، يعني أيضا منخفض شوية لأن الطبيعي من 36 بالنسبة للفيميل. الآر بي سي 3.93 يعني تقريبا نورمال. إذا في الحالة دي تفهم إن هنا في معك خلايا احتمال يكون يعني 3.93 RBC count، MCB 92، MCH 30.9، MCHC 33.7، other normal، R plus 9، platelets 309، يعني معك platelets طبيعي، Y plus طبيعي، RDL طبيعي، ال RBC indices كلها طبيعي، ما عدا معك نقص في الهيموجلوبين وال BCV وال RBC وال مش BCV وال RBC، يعني الناس abnormal عشان كذا RBC بان طبيعي. نيجي نطبق الجدول، هذا الجدول حقا ما دام في انيميا هنطبق الجدول، وهو هيوضح لنا هذا الجدول الاشكاليه هذه كلها، وهيكون افضل لنا في عمليه فهم ايش العمليه اللي بتتم. قبل ما نطبق الجدول نشوف البلاد فيلم. البلاد فيلم بنشوفه هنا البلوت فيلم، لاحظ حاجة في خلايا، لاحظ بدون سنترال بولر ما فيهاش، شوف هذه سنترال بولر، هذه ما فيهاش، هذه ما فيهاش، هذه ما فيهاش، هذه ما فيهاش، هذه هنا شوف خلايا ما فيش سنترال بولر، هذه سفيروسايت، بس سفيروسايت هذه شوف هنا ما فيهاش سنترال بولر،
يعني ما فيهاش الفراغ اللي في الوسط حق الخلية. فإذا هنا في سفيروسايت موجود، وجود السفيروسايت ممكن يكون وراثي، ممكن يكون مكتسب زي ما قلنا في الأوتو في الأميون الهيماتيك بشكل عام، أو يكون وراثي. فهنا نمشي على الجدول حقنا هنا. ال MCV normal، ال RDW is normal. إذا الاحتمال عندنا anemia of chronic disease، احتمال hereditary spherocytosis، احتمال blood loss. ما دام في معانا هنا خلايا spherocytes موجودة، إذا الاحتمال الأكبر عبارة عن hereditary spherocytosis. إذا الفحص اللي يمكن تعمله في الحالة دي زي الماكروسك أنمي، أهم حاجة تعملها يعني أزمتك فراغيلتي تيست. طبعا أنت هتعمل بلاد فيلم، هيكون هنا شفنا بلاد فيلم، الكوسيت بيكون هاي، أكتيف فوز هيكون طبعا نورمال، فمر الدم مش هيكون مفيد، لكن هنا الهيرتري سفيروسايتوشيز أحسن حاجة يعمل أزمتك فراغيلتي تيست. نيجي على كيس 6. في الكيس 6 هنجد انه ميل 46 سنة، وجود فقدان الوعي على متر نص متر، حقه الوظائف في الكبد كانت مرتفعة جدا، انيميك 8.5، بي سي منخفض، ار بي سي تقريبا منخفض، ام سي بي نورمال، ام سي اتش نورمال، الام سي اتش نورمال، ار دي دبليو هاي، وايد بلس شوية هاي، بيدس نعمل. طيب لاحظ البلد فيلم، أهم خلايا في البلد فيلم هي هذه الخلايا اللي فيها الزوائد اللي اسمها الأكنيثوسايت. والأكنيثوسايت هي نتاج، شوف هذه الأكنيثوسايت، هاي الزوائد، هذه هي نتائج زيادة الكوليسترول. وزيادة الكوليسترول زي ما انتم عارفين بتحصل في أي حالات، في الليفر ديزيز، في الليفر ديزيز. فأنت هنا لو شفت الأنيميا هذه هي نورمستيك نورموكروميك، وحنجي نشوف إنه الـ RBC في موجود الأكريتوسايتس، هذا الكوليسترول، والتشخيص اللي يمكن نعتبره هنا هو الليفر ديزيز. والبحث هو يعني ما في فحص الأكريتوسايتس، لكن أنت ممكن تعمل ريتكس، ممكن تعمل أي حاجة ثانية تعجبك، لكن اعمل فحص الوظائف الكبد وحيوضح لك حد كبير زي البيلروبين، هذه الأشياء حتوضح لك هذه الأشياء دي كلها. طبعا لما نجي نطبق هنا الجدول معاك هنا لو في الهيموجلوبين، الـ MCV is normal، الـ RDW حقه هنا ايش قلنا؟ هاي، وهيموليسيس ومايلوفيبروسيس. طبعا لما جينا الـ MCV هنا، طبعا هنا بيشمل الليفر ديزيز نن الكوليك، نن الكوليك. طبعا انتم عارفين في الدول المتطورة هي اللي بتصنع هذه الكتب، بتعمل هذه الجداول، وبتركز على الالكوهوليك ليفر ديزيز على اعتبار انه هو مشكلة حقيقية عامة. ما عندهمش الهيباتيتس بي، عندنا المين كوز حق الكبد في العام الثالث هو الفيرال انفكشن، هيباتيتس بي او سي. عندهم ما هوش هذا الكوز، عندهم السبب الرئيسي هو الكحول، فلهذا هم مركزين دائما في البارامترز حق الهيماتولوجي على حق الكحول. وحق الكحول يوجد هنا لانه بتكون ماكروستيك، لكن في النن الكحوليك هو ممكن تكون نورموستيك نورموكروميك انيميا، وهذا ينطبق عليها في المنطقة دي، وواضح هنا من وظائف الكبد اللي هي هاي مرتفعة.